التي لدينا. أردوغان يقول تركيا أكثر دولة قامت بتحسين أجور المعلمين في العقدين الأخيرين، حيث حينما يقوم الجميع بعقد مقارنة مع الدول الأوروبية سنشهد بأن تركيا بالفعل قامت بتحسين أجور المعلمين في العقدين الأخيرين. هذا الأمر جاء خلال خطاب ألقاه الرئيس أردوغان خلال مشاركته في حفل تعيين 15,000 مدرسا جديدا، حيث ذكر الرئيس أردوغان إن بلاده تعد أكثر دولة قامت بتحسين أجور المدرسين في العقدين الأخيرين مقارنة مع الدول الأوروبية. جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في حفل تعيين 15,000 مدرس جديد أقيم في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية والتي توضح مزيدا من التفاصيل حيال هذا الأمر، حيث أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا عن ثقته بأن تركيا ستقوم باستكمال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي دون انقطاع، وأردف قائلا على الرغم من المصاعب التي تسبب بها الوباء فقد أصبحنا واحدة من الدول القليلة التي يمكنها مواصلة أنشطتها التعليمية في جميع أنحاء البلاد دون انقطاع. تابع أردوغان أيضا علينا تحديث وتطوير محتوى التعليم وخاصة المناهج الدراسية وتقديم الأنسب لأطفالنا، ولا يمكن أن نفرط بأي من أطفالنا لصالح أي منظمة أو شبكة أو أيديولوجية منحرفة وهامشية. كانت تلك هي تصريحات رئيس تركي رجب طيب أردوغان حيال هذا الإنجاز الجديد للدولة التركية.